اليوم حنا واحد اللقاء ثاني ديال اللجنه التحضيريه اللي كتعقدها اللي كيعقدها مكتب الرابطه مع جهه العيون الساقيه الحمراء. هذا اللقاء اللي كان سبقوا لقاء في العيون، اليوم اللقاء الثاني في الدار البيضاء تنهيئوا فيه مجموعه من الامور اللي كتعلق بالمؤتمر. تحدث هذا اللقاء، حدث الاخوان تكلموا على الترتيبات اللي يجب العمل عليها من خلال المعطيات اللي استشفناها من الاخوان ديالنا في الجهات العيون الساقية الحمراء. وهاد اللقاءات وهاد التهيئ تيجي بطبيعه الحال ضمن سلسله ديال اللقاءات اللي كتنظمها الرابطه في اطار تاسيس الجهات على المستوى الوطني، وكيعتبر على انه هاد الجهه هي اول جهه اول مره تنتعقد في العيون، اللي غتكون عندنا سابقه المؤتمر في العيون واللي غيحضروا فيه مجموعه ديال الاقاليم الصحراويه، الساقيه الحمراء، بوجدور، السماره الى غير ذلك من الاقاليم اللي تابعه لجهه العيون. اليوم حنا درنا الترتيبات، تقريبا الترتيبات ما قبل الاخيره حول التهيئ، حول اليوم المؤتمر، حول اللوجستيك ديال المؤتمر. والحمد لله كاين واحد التفاهم ما بين اللجنه وما بين القياده ديال الرابطه اللي تتواجد في الدار البيضاء. ولقاء ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون نهار 7-8 مؤتمر في العيون، 7-8 ماي ان شاء الله الرحمن الرحيم في العيون. وتنتمنوا على انه ما يكونش مؤتمر ولكن يكون عرس ضمن الاعراس اللي كتنظمها الرابطه في اطار الانشطه ديالها الاشعاعيه. اولا في اطار الاستعدادات للجنه التحضيريه لانعقاد ان شاء الله الجمع العام التاسيسي للفرع الجهوي للرابطه الوطنيه الكشفيه، كانت هناك مجموعه من الاجتماعات بالعيون، سماره، طرفايا، بوجدور، وبحضور جميع الفعاليات. اليوم نحن على الصعيد الوطني اننا جينا القياده العامه باش نطرحوا يعني الجداده اللي يمكن انجاح هذا الحدث الكبير الذي سيكون في مدينه العيون ان شاء الله. والحمد لله كانت الرؤى يعني الكل استراتيجيه موفقه للجميع، حتى الاخوه اللي حضروا ابلوا البلاء الحسن باعطاء كل الاشياء اللي ممكن باش ينجح هذا المؤتمر. ونشكروا الناس ديال القياده على حسن الاستقبال، وكذلك الاخوه اللي متواجدين في جهه العيون الساقيه الحمراء على الثقه لهذه اللجنه التحضيريه، والاخوه اللي اكدوا على انهم سيكونون في مستوى التطلعات باش تكون الحركه الكشفيه بجهه العيون الساقيه الحمراء ما غاديش نقولوا تنبعث من جديد، ولكن عوده الروح لكيان اللي غادي يتاسس ان شاء الله في العيون، وغادي تكون عنده ان شاء الله واحد مستقبل رائد للحركه الكشفيه. وهذا المؤتمر اللي غادي يكون ماشي غير مؤتمر فقط، ولكن غادي يكون دورات تكوينيه للاطر القاده ديالنا، كذلك لقاء مطول باش تكون عندنا استراتيجيه موحده من اجل النشء والشباب بجهه العيون الساقيه الحمراء.